قضايا انتحال الشخصية عرفت انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة عبر مختلف المحاكم الجزائرية. قضاة، محامون، أطباء وحتى ضباط سامونة في جهازي الأمن يستغلون معاناة المواطنين عبر مختلف الإدارات بهويات مزيفة للإيقاع بهم مقابل مبالغ مالية معتبرة. آخر هذه القضايا أعلنت عنها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، والتي تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق وضابط سامي في المخابرات حسب بيان الدرك الوطني الأخير. أخطر أنواع هذه الجرائم لما يكون الجاني من الوسط الذي ينتحل صفة أحد موظفيه، صفة القاضي أو صفة ممثل النيابة العامة أو وكيل الجمهورية. وصورة أخرى كانتحال عسكري بسيط برتبة بسيطة صفة ضابط سامي في الجيش، وانتحال موظف بسيط بوزارة ما صفة موظف سامي في الوزارة أو في الرئاسة. هؤلاء هم الأخطر وقعا عند ارتكاب الجرائم. قوانين عدة تجرم انتحال الشخصية التي تصنف كجناية في عدد من الحالات. جريمة انتحال الصفة عادة ما تكون متوازية ومترافقة مع جريمة أخرى، هي التزوير في الشهادات وفي البطاقات المهنية، وهذا يتطلب أيضا تزوير في الخواتم تاع الدولة، وبالتالي قد تكون مقترنة بجنايات التزوير، يعني جنايات أو جنح التزوير. تفشي ظاهرة البيروقراطية الإدارية مجال خصب لانتشار قضايا انتحال الصفة والنصب والاحتيال، وهو ما يجعل من تضافر الجهود للقضاء على البيروقراطية أولوية ملحة باعتبارها أم الخبائث.